فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية. هذا هو النتيجة مما ذكره الله في هذه الآية العظيمة، أن هؤلاء الذين استمتعوا بخلاقهم وخاضوا في عقيدتهم أنهم حبطت أعمالهم، يعني بطلت، أنها بطلت، فلم يكن لهم رصيد من الأعمال في الآخرة، لأنهم أبطلوها بهذا الخوض وهذا الاستمتاع. فعلى المسلم أن يحذر من هاتين الخصلتين: الخوض في العقيدة واتباع الشبهات، والخوض في الشهوات واتباع وفعل المحرمات والمعاصي. عليه أن يحذر لئلا يحبط عمله في الآخرة. فالذي يستمتع بخلاقه في الدنيا ويخوض في العقيدة، هذا لا يكون له في الآخرة نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ثم إن قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا مقيد بالمشيئة. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهو ما يمكن ما يعطى شيء لا من الدنيا ولا من الآخرة، فيخسر الدنيا والآخرة. فهذا مقيد بقوله لمن نشاء.